متابعينا تحية طيبة من جديد، نلتقي في هذه المرة نشرح كيفية الخروج من الوضع الآمن في هاتف سامسونج. الوضع الآمن هو يتيح أو يمكن المستخدم من استخدام التطبيقات الأساسية فقط بدون التطبيقات الأخرى مثل الفيسبوك تم تغييبها، كما شاهدتم الآن اليوتيوب للموسيقى أيضا، التطبيقات الشريط فقط، يعني تبقى التطبيقات الأساسية فقط. البعض يسأل كيف تم الوصول إلى هذا الوضع، حيث أن العديد من مستخدمي الهواتف لا يعلموا حتى كيف وصل إلى الوضع الآمن. الوصول إلى الوضع الآمن أحيانا أو الوصول إليه هو عند إغلاق الهاتف أو عند إعادة تشغيل الهاتف بعد ظهور الشعار يضغط المستخدم على زر تخفيض الصوت فيتحول الهاتف إلى الوضع الآمن. أما عن كيفية الخروج من هذا الوضع فالطريقة جد سهلة، كل ما عليك القيام به هو أن تقوم بإغلاق الهاتف وتعيد تشغيله من جديد، فقط هذا كل شيء، يعني كل ما عليك القيام به هو إعادة تشغيل الهاتف. كما سوف تشاهدون الآن معي سوف نقوم بإعادة تشغيل الهاتف، وسوف تلاحظ أن الوضع الآمن قد اختفى وبطريقة يعني بسيطة. تابعوا معنا في هذا الشرح إلى النهاية. كما قلنا هو الوضع الآمن فقط يستخدم عند استخدام التطبيقات الأساسية التي يأتي بها الهاتف. في الأثناء لا تنسوا الاشتراك في القناة. أيضا إذا كانت لديكم أي اقتراحات أو أسئلة اتصلوا بنا عبر الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو. متابعينا كما شاهدتم اختفى الوضع الآمن وعادت التطبيقات إلى وضعها العادي كما تشاهدون. هذا كل شيء، لا تنسوا الاشتراك في القناة.